السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بيكم حبايبي أبطال جريد 4. النهاردة إن شاء الله رجعنا لكم فيديو جديد من قناتنا دكتور ساينس صفاء، معاكم دكتورة صفاء شعلان. هنشرح مع بعض ليسون 2 من مادة الـ ICT Information and Communication Technology، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. الدرس بتاعنا بتاع النهاردة إن شاء الله درس لذيذ وسهل جدا، بنتكلم فيه عن الديجيتال سيتيزن شيب. يعني ايه كلمة ديجيتال يا ولاد؟ ديجيتال معناها حاجة رقمية، وهي بتتقال على اي جهاز حديث يقولك الجهاز ده ديجيتال، زي مثلا الكاميرا يقولك الكاميرا دي ديجيتال، معناها بتلتقط صور عديدة جدا في وقت قليل قوي قوي، وسهل ان انت تتفرج على الصورة قبل ما تطبع، تتفرج تشوف انهي صورة كويسة تطبعها انهي صورة مش حلوة ان انت تدلتها، وبرضو ممكن ان انت تشغل الكاميرا بتاعتك عن بعد، تقف بعيد وتحطها على الستاند وتدوس على الزرار وتشغلها، فيتقال عليها كاميرا ديجيتال. زي ايه كمان؟ زي الاير كونديشن، التكييفات. دلوقتي معظم التكييفات اللي موجودة في السوق ديجيتال، ممكن وانت رحت الشغل وخلصت شغلك وراجع، قبل ما توصل البيت عن طريق الموبايل تدي اوردر للاير كونديشن بتاعك ان هو يشتغل في فترة الصيف، ترجع تلاقي الغرفة بتاعتك بقت مكيفة ودرجة الحرارة بتاعتها كويسة، فبيقول عليه ديجيتال اير كونديشن. وهكذا معظم الاجهزة بتاعتنا في حياتنا دلوقتي بقت ديجيتال، حتى انت كنفسك كشخص بقيت ديجيتال، بيسميه ديجيتال سيتيزن شيب، يعني المواطنة الرقمية. يعني انت اسمك دلوقتي سيتيزن شيب يعني مواطن، ديجيتال يعني رقمي، يعني بتستخدم الانترنت والكمبيوتر. عرفنا دلوقتي يعني ايه ديجيتال سيتيزن شيب، يعني المواطنة الرقمية، يعني شخص بيستخدم الانترنت والكمبيوتر. تعالوا كده بنشوف مع بعض ديجيتال سيتيزن شيب، المواطنة الرقمية. انت دلوقتي شخص بتستخدم الانترنت، يعني ايه؟ It's the ability to use digital technology، يعني انت عندك المقدرة اللي بتستخدم فيها الديجيتال تكنولوجي، التكنولوجيا الرقمية اللي بنقول عليها باختصار عالم الانترنت. يبقى انت عندك قدرة ان انت تستخدم الانترنت، يبقى هو الديجيتال تكنولوجي. يبقى it's the ability to use digital technology اللي بيساوي كلمة الانترنت. بس خلي بالك انت هتستخدم الانترنت لازم تستخدمه ايه؟ ايثيكالي. ايثيكالي يعني باخلاق، يعني ما اجيش الاقي صورة مش كويسة اروح انشرها في وسط الفيسبوك، الاقي فيديو مش كويس اروح انشره، لا، استخدمه ايثيكالي باخلاق. and responsibly. responsibly يعني بمسؤولية، اكون مسؤول عن اي حاجة انا هنشرها على الانترنت. خلي بالك قبل ما الانترنت يحاسبك او اليوتيوب يحاسبك، طبعا ربنا هيحاسبك، انت منزل ايه؟ انت منزل حاجة مفيدة للناس ولا منزل حاجة تضرهم وهتاخد عليها سيئات؟ فطبعا اي حاجة تخلي بالك وانت بتنزلها. and safely. and safely بامان. يبقى دلوقتي نقول كمان digital citizenship، المواطنة الرقمية، ان انت تكون شخص عندك دراية بعلم الانترنت. It's the ability to use digital technology يعني الانترنت. ethically باخلاق. responsibly يعني بمسؤولية. and safely بامان. طب تعالوا نسأل نفسنا السؤال، احنا بنستخدم الانترنت ليه يا ولاد؟ احنا بنستخدم الانترنت عشان نستفيد منه. يبقى الغرض من استخدامنا الانترنت او الديجيتال تكنولوجي get the benefit، نحصل على المنفعة او الاستفادة of digital technology من التكنولوجيا الرقمية او الانترنت. يبقى اول فايدة ان انت تحصل على المنفعة، get the benefit of digital technology. انت عندك درس مش قادر ان انت تفهمه من المدرس، تجيب فيديو كده زي ما بتتفرج على الفيديوهات بتاعتنا وتشوف الشرح، فانت كده بتحصل على benefit، بتحصل على منفعة من الديجيتال تكنولوجي. تاني حاجة protect your digital footprint. يعني ايه يا ميس footprint؟ يعني البصمة، زي بصمة صباعك، بصمة صباعك على الانترنت بيقول عليها digital footprint. يعني ايه يا ميس؟ مش فاهم، هنشرحها دلوقتي بالتفصيل يا حبايب قلبي. يبقى الفايدة من الانترنت اول حاجة get benefit of digital technology، تاني حاجة protect your digital footprint يعني تحمي بصمتك الرقمية. تعالوا نفهم مع بعض بقى يعني ايه كلمة فود برينت، بصمتك الرقمية.
ادي هنا كلمة ديجيتال فود برينت، نكبرها كده مع بعض. ديجيتال فود برينت معناها البصمة الرقمية، اتفقنا كلمة ديجيتال يعني رقمية، فود برينت معناها بصمة. A record of what you do online، ده عامل بالظبط زي مخبر على الانترنت، بيسجل كل حاجة انت بتعملها على الانترنت، زي مثلا the website you visit، اي موقع الكتروني انت زرته. مثلا انت قاعد على الانترنت قمت فاتح موقع Egyptian Knowledge Bank، بنك المعرفة المصري، عشان تنزل كتاب الساينس، فانت دلوقتي فتحت الموقع ده، على طول المخبر ده اللي اسمه Digital Footprint هيسجل ان انت فتحت الموقع ده. Number B، seeing you post، انت قاعد على الفيسبوك قمت منزل بوست، منشور قلت فيه النهاردة عيد ميلادي، فالناس تبدأ تقول لك كل سنة وانت طيب اعبال 100 سنة، فعلى طول المخبر اللي اسمه فود برينت يسجل الكلام ده. مثلا انت زميلك سافر برا مصر وبعت له ايميل، الايميل اللي انت بعته له تقول له حمد لله على سلامة وصولك، انت عامل ايه وبتطمن عليه، على طول المخبر اللي اسمه فود برينت يسجل الكلام ده. مثلا انت عندك قناة على اليوتيوب ونزلت فيها فيديو تعليمي، او نزلت فيها اغنية انت غنيتها، او نزلت فيها فيلم كرتوني انت عملته، على طول الفود برينت بيسجل الكلام ده. يبقى الديجيتال فود برينت يعني البصمة الرقمية عامل بالظبط زي المخبر، بيقعد يسجل اي حاجة انت بتعملها على الانترنت. وبنقول عليه يا ولاد في الاستخدامات الانترنت يقولك الهيستوري، يعني تاريخ استخدامك، في صفحة كده بتتجاب من على جنب تقوم دايس عليها تقول الهيستوري، انا فتحت ايه النهاردة، يقوم يقولك انت فتحت موقع كذا وكذا وكذا وكذا، فده الديجيتال فود برينت. يبقى الديجيتال فود برينت البصمة الرقمية، ريكورد اوف وات يو دو اونلاين، بيسجل كل حاجة انت عملتها اونلاين، على سبيل المثال الويب سايتس يو فيزيت والثينجز يو بوست والمنشورات اللي انت شاركتها مع الاخرين. تعالوا بعد كده نقول هاو تو ديل وذ ذا انترنت، ازاي تتعامل مع تكنولوجيا الانترنت. اول حاجه يا اولاد، نمبر 1 ريسبكت اذرز اند بي ريسبونسبل، يعني بتتعامل مع الناس باحترام، ريسبكت يعني بتحترمهم وبتتعامل معاهم بي ريسبونسبل، بمسؤولية. يعني ما تجيش على الفيسبوك تلاقي واحد كاتب منشور معين تقوم مثلا تشتمه او تهزقه او تقول له كلمة مش كويسة، لا، لازم تتعامل بريسبكت، ريسبكت اند ريسبونسبل. نمبر 2 يوز ذا انترنت سيفلي، استخدم الانترنت بطريقة سيفلي، بطريقة آمنة. طب ازاي يا ميس استخدمها سيفلي؟ عن طريق 4 نقاط هنقولهم مع بعض. اول نقطة سيتينج سترونج باسورد، تحط كلمة سر او كلمة مرور قوية، يبقى تحط كلمة مرور قوية. مثلا انت ليك صفحة على الفيسبوك فتحط strong password، مش تحط 1 2 3 4 او تحط اسمك، لان كل الناس هيكونوا عارفين اسمك، لازم تحط password تكون قوية. اتعلمنا في الترم الاولاني ازاي تعمل strong password، يكون فيها letters، يكون فيها ارقام، يكون فيها علامات زي علامات الهاشتاج او علامات الدولار، بحيث يبقى صعب اي حد ان هو يخترقها. يبقى عشان تعيش بامان على الانترنت اول حاجة putting او setting strong password. number 2 using updated software، يعني استخدم برامج محدثة. software يا ميس انا مش فاهم يعني ايه software، في حاجة يا ولاد اسمها hardware حاجة اسمها software. هاردوير يعني الحاجات اللي خاصة بالكمبيوتر اللي انت تقدر تمسكها بايدك، مثلا الماوس انا اقدر امسكه بايدي، الكيبورد هقدر امسكها بايدي، المونيتور بتاعت الكمبيوتر هقدر امسكها بايدي، كل دي اسمها هاردوير. بينما بقى السوفتوير دي البرامج اللي بتكون موجودة على جهاز الكمبيوتر، انت طبعا مش هتقدر تمسك برنامج بايدك، زي برنامج الوورد اللي بتكتب على الكمبيوتر، زي برنامج الاكسل اللي بيعمل عمليات حسابية، زي برنامج الباوربوينت اللي بيعمل عرض تقديمي، دي كلها بنقول عليها سوفت وير. السوفت وير دي دايما بتحتاج ان هي تتحدث باستخدام الانترنت، يبقى دايما انت تعمل يوزينج ابديت سوفت وير، يعني تستخدم برامج محدثة. نمبر 3 choosing the websites you visit wisely، wisely يعني بحكمة،
يبقى انت بتختار الويب سايتس، المواقع الالكترونية اللي انت بتزورها، بتختارها ويزلي بحكمة، ما تدخلش على اي موقع الكتروني وخلاص، لا لازم اختار موقع الكتروني انا هستخدمه عشان يفيدني، زي ما قلنا ايجيبشن نيوليدج بانك، بنك المعرفة المصري، او ويكيبيديا بتقول لنا اي حاجة احنا عايزين نسأل عنها، بتقول لنا معلومات عنها، فانا هختار المواقع الالكترونية ويزلي بحكمة. نمبر فور، ودي مهمة جدا جدا، هعمل مونيتورينج ذا تايم يو سبيند اونلاين. مونيتورينج يعني مراقبة، مراقبة الوقت اللي انا بقضيه عبر الانترنت. اطفال كتير جدا جدا بيقعدوا على الانترنت بينسوا نفسهم، بينسوا الاكل وبينسوا الشرب، تلاقيه قاعد حوالي 8 ساعات بيلعب لعبة معينة، او بيتفرج من فيلم كرتون لفيلم كرتون ما بيخلصش، او من لعبة للعبة تانية، او بيعمل شاتينج مع صاحبه. فلازم ان احنا نعمل مونيتورينج للتايم اللي احنا بنقضيه على الانترنت. تمام، يبقى احنا دلوقتي قلنا the use of internet safely عن طريق الاربع نقاط دول، setting strong password، using update software، choosing the website you visit wisely، monitoring the time you spend online. تعالوا بعد كده نكمل بقية الدرس. تعالوا بقى نكمل مع بعض. طيب انا كديجيتال سيتيزن، انا كمواطن بستخدم الانترنت، ايه اللي المفروض اعمله؟ بيقولك الانترنت بيديك حاجة اسمها رايتس، يعني بيديك حقوق في استخدامك للانترنت، وعليك حاجة اسمها ريسبونسابيلتيز، وعليك واجبات. زي بالظبط ماما تقولك انت من حقك ان انا اكلك واشربك، ومن واجباتك ان انت تذاكر وتنجح في المدرسة. يبقى في حاجة اسمها حقوق rights، وفي حاجة اسمها responsibility واجبات. فانا كديجيتال citizen، كمواطن باستخدم الانترنت، ليا حقوق، ليا rights. طب ايه هي يا ميس الرايتس؟ هم كذا نقطة هنقول عليهم بالتفصيل دلوقتي. اول نقطة عندنا number one، no one can copy، copy يعني ينسخ، or share your digital footprint. محدش يقدر ينسخ او يشارك الديجيتال فود برينت اللي احنا لسه شرحينها من شوية، اللي قلنا عليها السجل اللي انا بشتغل بيه على الانترنت. without your consent، without your consent بدون موافقتك. يعني مثلا انا الديجيتال فود برينت بتاعي ان انا بنزل فيديو تعليمي للطلبة وبنشره على اليوتيوب عشان الطلبة تستفيد، فمن الحقوق بتاعتي ان محدش يعمل كوبي، ينسخ الفيديو بتاعي وما يعملهوش مشاركة من غير موافقتي. ما ينفعش ان واحد ياخده من قناتي ويروح منزله ويعمله داونلود وينزله في قناته ويقول الفيديو التعليمي ده انا شرحته. فهي من الرايتس بتاعتي، من الحقوق، محدش يعمل كده. يبقى no one can copy or share your digital footprint without your consent. مثلا انت بتعمل فيديو كرتوني وعملته وتعبت فيه ونزلته على القناة بتاعتك، ما يجيش واحد يعمل كوبي للفيديو بتاعك وينزله على قناته ويقول ده بتاعي، ده كده اسمها ايه؟ اسمها سرقة. يبقى اول حاجة من الرايتس، no one can copy or share your digital footprint without your consent، من غير موافقتك. الاكزامبل بتاعنا، if you upload a video that you have created، لو انت عملت رافع الفيديو انت اللي انشأته، you have the right to protect it، انت عندك الحقوق ان انت تحميه against piracy. against piracy يعني ايه يا ميس كلمة piracy؟ piracy يعني القراصنة، او بيسموهم الهاكرز بتوع الانترنت، وهنتكلم عنها دلوقتي بالتفصيل. يلا ننزل نشوف يعني ايه كلمة piracy. piracy يا ولاد معناها القرصنة. زمان في عالم البحار كان مثلا اسطول بحري شايل ميون وخيرات على سفينة، تبص تلاقي وهم ماشيين في وسط البحر طلع عليهم قراصنة البحار. قراصنة البحار بيقولوا عليهم لص البحار، يسطوا على السفينة دي وبالإكراه يبدأوا ان هم يغيروا المسار بتاعها، هي رايحة للبلد الفلانية عشان تسلم الميون والأغذية والحاجة اللي عليها للبلد دي، لا القراصنة دول او لص البحار دول بيستولوا على الخيرات بتاعة السفينة وبيخلوهم يروحوا لحتة تانية خالص. فكلمة بايرسي معناها القراصنة، بس احنا هنا بنتكلم في عالم الانترنت، فهم برضو هم يعتبروا لصوص، بنقول عليهم بايرسي قراصنة،
او بنقول عليهم هاكرز، يعني لص بيسطو على الحاجه اللي انت عاملها بالاكراه. The illegal use، كلمة legal معناها شرعي أو قانوني، يعني النص بتاعها هو legal يعني شرعي أو قانوني، illegal يعني غير شرعي أو غير قانوني. The illegal use of the content for the purpose، يعني المحتوى اللي بشكل غير قانوني القراصنة دول بيستولوا عليه بهدف إيه؟ بهدف يعملوا له sharing يعني يشاركوه، أو يعملوا له selling يبيعوه. يعني مثلا انت منزل فيديو تعليمي، فهو ممكن ياخده يعمله داونلود ويروح ان هو يبيعه لمؤسسة تعليمية تانية، فدول يعتبروا بايرسي. انت منزل فيلم كرتوني وانت اللي انشأته، ياخدوه عشان يبيعوه او يشاركوه على موقع تاني، يبقى البايرسي معناها القرصنة او اللي هم الهاكرز. The illegal use of content يعني تداول المحتوى بشكل غير قانوني وغير شرعي. For purpose بالهدف ايه؟ لهدف sharing or selling it، او ان هم يبيعوا. طيب تاني نقطة من نقاط الرايتس، الحقوق بتاعتي بقى، الحقوق بتاعتي ايه؟ You have the right to interact with others on internet، انا عندي الحقوق ان انا اتفاعل مع الاخرين عبر الانترنت. مثلا انت ليك قناة على اليوتيوب، واحد كتب لك قناتك جميلة شكرا يا ميس، ليه الحق ان انا ارد عليه واقول له كتر خيرك بالتوفيق والنجاح. مثلا انت نزلت بوست على الفيسبوك قلت النهارده عيد ميلادي، ناس بعتولك قالوا لك كل سنه وانت طيب، انت ليك الرايتس ان انت تتفاعل مع الناس دي وترد عليهم على الانترنت. يبقى دي تاني نقطه من نقاط الرايتس. تالت نقطه، you have the right to receive and share information online، انت عندك الحق ان انت تستقبل وتعمل تشير يعني مشاركه للانفورميشن للمعلومات اونلاين، تستقبل معلومات وتشارك المعلومات، بس زي ما اتفقنا يا اولاد لازم المعلومات دي تراعي فيها ربنا، تكون معلومات هتفيد الناس مش هتضرهم، عشان ربنا هيحاسبك على اي انفورميشن انت بتنشرها. طيب رابع نقطه من نقاط الرايتس بقى، يو هاف ذا رايت تو يوز انترنت اني تايم، انا عندي الحقوق ان انا استخدم الانترنت اي وقت انا عايزه، بس برضو ده عشان ما يأثرش على اعصابنا، ما يجيش مثلا بابا وماما نايمين وانا سهران الساعة 3-4 الفجر واقول انا هستخدم الانترنت والعب، لا طبعا لازم تختار توقيتات مناسبة ما تأثرش على الساعة البيولوجية بتاعتك ولا على نومك ولا على كلام زي كده. يبقى تعالوا نرجع مع بعض تاني، قلنا الرايتس محدش يشارك الفيديوهات بتاعتك الا بموافقتك. تاني حاجة، لك الحق في التفاعل مع الآخرين عبر الإنترنت. تالت حاجة، لك الحق في الحصول على المعلومات وإن أنت تشاركها. رابع حاجة، لك الحق إن أنت تستخدم الإنترنت في أي وقت أنت عايزه. طيب أنا عرفت يا ميس الرايتس، أعرف بقى الريسبونسابيلتي المسؤولية بتاعتي من خلال استخدام الإنترنت. ريسبونسابيلتيز المسؤوليات، نمبر 1 never commit piracy for protected content، يعني ما امشي بقرصنة محتوى محمي ابدا، يعني ما يجيش واحد يبقى عامل المحتوى بتاعه وحميه ضد القراصنة وانا اروح اهكره وكلام زي كده وانزله واقول ده المحتوى ده بتاعي. يبقى اول حاجة من الresponsibility ما اخدش حاجة بتاعة الغير. نمبر 2 respect others online، احترم الاخرين على الانترنت، ما اقولش الفاظ سيئه بذيئه، ما اقولش الفاظ مش كويسه، احترم الناس عبر الانترنت. ثالث حاجه evaluate what you are watching، اقيم اللي انا بشاهده، مش اي حاجه اشوفها. يعني مثلا انا لقيت فيلم كرتوني، انا طفل واتفرجت على فيلم كرتوني، بس الفيلم الكرتوني ده مش هيعلمني حاجه مفيده او هيعلمني عاده سيئه ان انا اضرب اخويا او ان انا اعمل حاجة مش كويسة او ان انا اشتمه، لا يبقى انا مش هتفرج عليه تاني، اللي كنت هتفرج على حاجة مفيدة، فيديو هيعلمني مثلا الصلاة، هيعلمني ازاي اعامل بابا وماما، هيعلمني حاجة مفيدة انظم غرفتي اتفرج عليه، انما فيديو مش مفيد ما اتفرجش عليه. يبقى من الريسبونسابيلتي بتاعتك evaluate what you are watching، اقيم اللي انا هشوفه. if the source is safe for use or it resulted from piracy، لو المصدر اللي انا بتفرج عليه ده امن او ناتج عن طريق البايراسي اللي هم الهاكرز اللي هم القراصنة اللي بيستولوا على معلومات الانترنت. نمبر 4
evaluate your use of internet، اقيم استخدامي للانترنت. يعني ايه اقيم استخدامي للانترنت؟ هسأل نفسي سؤال: is it usable، is it useful or a waste of time؟ هل اللي انا بشوفه ده useful يعني مفيد، ولا waste of time ولا بيضيع وقتي على الفاضي؟ لو انا بتفرج على درس تعليمي يبقى ده useful، يبقى مفيد. لو حاجة مش ملهاش لازمة يبقى بضيع وقتي على الفاضي. Number two: does it bring you joy or stress؟ هل الحاجة اللي انا بتفرج عليها دي بتجلب لي joy يعني الفرح، ولا بتجيب لي الستريس التوتر؟ يعني مثلا اطفال جديد كتير دلوقتي بيروح يلعبوا لعبه بابجي، بعد ما يلعب لعبه بابجي او فورتنايت بتلاقي الولد عنده ستريس وتوتر وبقى عصبي وبقى كده. طبعا دي حاجه مش كويسه. يبقى انا كأم هلاقي ابني يلعب اللعبه دي وبتخليه في حاله ستريس؟ لا طبعا، همنعه ان هو يلعبها. انما لما هلاقيه هتفرج على فيلم تعليمي او فيلم كرتوني وهو في حاله جوي، في حاله فرح، هخليه يكمل ويتفرج عليه. هنبدأ بعد كده نحل بقى التمارين بتاعتنا. ندخل الناحية التانية كده. الاكسرسايز، ندخل بقى على الاكسرسايز بتاع الليسون ده. لو ليكوا اي سؤال اكتبوا لي وهنرد عليكوا. Choose the correct answer، اختار الاجابة الصحيحة. Number one: space is the ability to use digital technology. قلنا يا ولاد الديجيتال تكنولوجي يعني الانترنت. ethically، responsibly and safely. ايه بقى المعنى دوت؟ هل ده الديجيتال تكنولوجي، ولا الديجيتال فوت برينت، ولا الديجيتال سيتيزن شيب؟ طبعا قلنا ده مفهوم الديجيتال سيتيزن شيب يعني المواطنة الرقمية، يعني ان انت تكون مواطن بتشتغل على الانترنت، ان يكون عندك القدرة تستخدم التكنولوجيا ethically and responsibly and safely. Number two: space is a record of everything you do online، بتسجل كل حاجة انت بتعملها online. قلنا اللي عامل زي المخبر وبيسجل كل حاجة انت بتعملها online سميناها الديجيتال footprint. Number three: all the following help you to stay safe online. كل الحاجات دي بتساعدك ان انت تكون امن وانت شغال على الانترنت، except ما عدا setting strong password، ان انت تحط باسورد قوية. طبعا دي هتخليني امن على الانترنت. using update software، ان انا احدث السوفتوير. طبعا هتخليني امن على الانترنت. committing piracy، يعني ان انا اقوم بالقرصنة. لا طبعا، ان انا اقوم بالقرصنة او اشتغل شغل الهاكرز ده مش هيخليني امن على الانترنت. يبقى هي دي الاكسبت اللي عندنا. number 4: if someone tracks you، tracks you يعني بيتعقبك. responses on different social network، في المواقع المختلفة. sites، it's called لما واحد بيعمل لك تعقب وبيتعقبك في المواقع المختلفة، ده بيسميه ايه؟ بنسميه digital footprint، ولا بنسميه digital piracy، ولا بنسميه assumption. ده طبعا اللي احنا سميناه المخبر اللي بيسجل كل حاجة انت بتعملها على الانترنت. تبقى الاجابة الصحيحة هي digital footprint. number 5: which of the following situation demonstrate commitment to responsibility while using the internet؟ اي من الاجابات التالية بتوضح مسؤوليتك عن استخدام الانترنت. number A: pirating video your friend uploaded on video sharing platform، ولا evaluating the content and ensuring the information is saved for display، ولا spying on other and copying their digital footprint. انا لما هكون مسؤول عن الحاجة اللي بنشرها على الانترنت يبقى طبعا هقيم المحتوى اللي انا بنزله. يبقى الاجابة صحيحة number B: evaluating the content، هقيم المحتوى، and ensuring that the information is saved for display، واكون متأكد ان المعلومات اللي بنزلها بتكون امنة. number 6: no one can copy your digital footprint. This is one of your
محدش يقدر ينسخ البصمة بتاعتك او الريكورد اللي انت بتعمله على الانترنت. دي واحدة من ايه؟ من الرايتس ولا البرايفاسي ولا الريسبونسابيلتي؟ طبعا دي واحدة من الرايتس، الحقوق بتاعتك، ان محدش ينسخ الشغل اللي انت بتعمله. نمبر 7، one of your responsibility while using the internet is to space information. واحدة من مسؤولياتك في استخدام الانترنت طبعا ان انا اعمل evaluate، اقيم المعلومات، اقيم المعلومات اللي انا بقدمها. نمبر 8، هاكرز نمبر 8 بتقول هاكرز طبعا اللي هم بنسميهم البيراسي، may use your digital content، بيستخدموا المحتوى الرقمي بتاعك to space it، عشان يعملوا بيه ايه؟ evaluate، يقيموا، ولا share، يعملوا مشاركة، ولا buy، يشتروا. طبعا قلنا الهاكرز والبيراسي بياخدوا المحتوى بتاعك بيعملوا له sharing او يعملوا له stealing، يعني لاما يبعوا لاما يشاركوه مع الاخرين، يبقى to share it او stealing it، يبعوا او يشاركوا. نمبر 9، evaluating whether your use of internet is useful or not is form of، اما انت تيجي تقيم استخدامك للانترنت بيكون useful يعني مفيد ولا لا، ده يعتبر من ضمن الرايتس ولا برايفاسي ولا responsibility. طبعا دي من responsibility، من المسؤوليات اللي عليك ان انت تقيم المحتوى اللي انت بتقدمه، هل هو مفيد ولا لا. نمبر 10، you use ICT tools to space and communicate as a digital citizen. انا بستخدم ال ICT tools عشان learn، اتعلم، ولا عشان share، اشارك، ولا all the previous، طبعا عشان all the previous، اتعلم واشارك. question number 2، put true or false، هنحط علامة صح وغلط. Every trace that a person leaves when using the internet is known as digital citizen. هنا يعني أي أثر الشخص بيتركه على الانترنت بنقول عليه إن هو digital citizen؟ لا طبعا، التريس معناها الأثر، الأثر اللي أنا بتركه على الانترنت بنقول عليه footprint، يبقى طبعا دي false. Number 2، achieving digital citizenship entails a set of rights and duties. يعني انت عشان تكون مواطن بتشتغل على الانترنت بيكون ليك حقوق وعليك واجبات. That's true، صح طبعا. Number 3، it's important to have good manner. Good manner يعني اسلوب كويس، and etiquette، عارف الاتيكيت، يكون عندك اتيكيت when dealing with others online، يعني يكون اسلوبك كويس وفي اتيكيت لما تتعامل مع الاخرين اونلاين، يبقى that's true. Number 4، you have the right to use the internet when you need with no responsibility. انت عندك الحقوق تستخدم الانترنت وقت ما انت عايز من غير ما يكون عليك مسؤوليات. That's false طبعا، قلنا بيكون في right، ليك حقوق وعليك واجبات. Number 5، everyone has the right to protect his content against piracy. كل واحد ليه الحق ان يحمي المحتوى بتاعه ضد القرصنة. That's true. 6، you must commit piracy to share or sell digital content to others. يعني انا لازم اعمل زي القراصنة عشان اشارك او ابيع المعلومات للاخرين. لا طبعا، دي فولس، انا ما اعملش زيهم. نمبر 7، digital citizen can use ICT tool to learn, share and communicate with others. That's true، صح. 8، digital piracy can help you protect your content from hacking. بيقول لك ان القرصنة الرقمية هي اللي بتحمي المحتوى بتاعك من الهاكنج. لا طبعا، مش القرصنة الرقمية، ده القرصنة الرقمية بتاخد المحتوى بتاعك.
اللي بيحميه الرايتس الحقوق، يبقى دي فولس. ناين، using the internet anytime you want is one of your responsibility. استخدام الانترنت في اي وقت دي واحدة من responsibility، لا طبعا دي واحدة من rights، من الحقوق بتاعتك، يبقى دي false. دي your responsibility. evaluating source online is one of your responsibility. That's true. شرعية. question number 3، هنختار من كولوم A المناسب لكولوم B. number 1، the ability to use technology tool ethically، يعني ان انا استخدم التكنولوجيا باخلاق. طبعا ده definition بتاع digital citizenship، نبقى number 1 هتاخد number C، هنكتب هنا number C. number 2، sharing an illegal content، يعني انا اشارك المحتوى اللي هو illegal الغير قانوني، ده بنقول عليه البايراسي القراصنة، يبقى number 2 هتبقى number A. number 3، every action you do on the internet بنسميه digital footprint اللي هي البصمة الرقمية، number 3 هتاخد number B. complete the following sentence using the word between brackets، عندك هنا كلمة digital citizenship، digital footprint، digital piracy، digital communication، responsibility، rights. الجزئية دي مهمة جدا جدا لان هي بتقول لك المختصر بتاع الدرس كله. number 1 بيقول لك is a record for website you visit online، بيسجل اللي قلنا عليه مخبر، بيسجل المواقع اللي انت بتزورها online، ده اللي هو ايه؟ ده اللي هو digital footprint، يبقى number 1 digital footprint. number 2، using the internet anytime you want is one of your، استخدام الانترنت في اي وقت انت عايزه دي واحدة من حقوقك، يبقى rights number 2. number 3، means sharing or selling illegal content، يعني مشاركة او بيع المحتوى بطريقة غير قانونية، دول من القرصنة الرقمية اللي هي number 3 بنسميها digital piracy أو الهاكرز. number 4، respecting others online is one of your، إن أنت تحترم الآخرين online دي واحدة من المسؤوليات بتاعتك، responsibility، يبقى دي number 4. number 5، it's the ability to use technology tool، مقدرتك على استخدام أدواتك التكنولوجية أو علم التقنية التكنولوجية، ده طبعا اللي هو الديجيتال سيتيزن شيب، المواطنة الرقمية، نمبر 5. نمبر 6، it's important to build and relationship، ان انت بتبدأ تبني علاقات ما بينك وما بين الاخرين، ده طبعا اللي بنسميه communication، عالم الاتصالات، نمبر 6. كده بيكون خلصنا الدرس بتاعنا بتاع النهاردة. اتمنى لو عجبكم الدرس الاشتراك معانا في القناة، انزلوا بسرعة اعملوا لايك على الفيديو، لو ليكم اي سؤال اكتبولي في الكومنتس وهرد عليكم. في الفيديو القادم ان شاء الله هنشرح مع بعض lesson 3 digital citizen او الشخص الرقمي. كانت معاكم دكتورة صفاء شعلان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.